أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس أن فكرة إنشاء صندوق هيئة قناة السويس يرجع لعام 2019 لتوفير أموال للهيئة، مؤكدا أن الهدف من الصندوق هو مواجهة الأزمات والطوارئ والدخول في مشروعات عملاقة. وشدد ربيع على أن للمصريين السيادة على القناة بحق الدستور، وأن الدولة ملتزمة بحمايتها والحفاظ عليها لأصحابها المصريين. واهتمامهم واصرارهم على نجاح هذا المشروع، ان احنا نستمر دايما متقدمين، ان احنا دايما نحقق نجاحات قناة السويس اللي احنا لينا السياده عليها وللمصريين السياده عليها بحق الدستور. خلينا نستعرض كده نص الدستور ماده 43 بيقول ايه في الدستور: تلتزم الدوله بحمايه قناة السويس وتنميتها والحفاظ عليها بصفتها ممرا مائيا دوليا مملوكا لها، مملوكا لمصر، كما تلتزم بتنمية قطاع القناة باعتباره مركزا اقتصاديا متميزا.